عندي ولدين آسيا وأسامة. الأولاد بيعانوا منذ الولادة من متلازمة عدم الحس بالألم، ما بيحسوا بالألم، بترافق مع نقص جهاز المناعة، مع عدم حس بالألم، مع عدم تعرق. وكانت معاناتنا معهم منذ الولادة، وكل ما كبروا كل ما تزداد مشاكلهم بعدم هالمتلازمة هي اللي هي عدم الحس بالألم، من كسور، من حروق، من جروح، من التهابات. واشتدت حالتهم واشتدت الثورة هون في سوريا، فاضطريت ألجأ للحدود، ومن الحدود الأتراك دخلونا لجوا وعملنا لهم عمليات وعالجناهم كثير. وبالأخير على الأولاد اتصفطوا، صاروا اثنين مصعدين، ويعني تكاليف العلاج كانت بالمشافي الخاصة بتركيا، وما عدنا القدرة نعالجهم هنيك أو ندفع الأجارات وتكاليف القعدة بتركيا، فاضطريت أرجع للشمال. تركيا أول ما دخلونا من الحدود من هون الأتراك دخلونا على مخيم تل الأبيض، صرنا نعالجهم بأورفا. بأورفا ما في بروفيسورية، ما في الطب المتطور زيادة، فحولونا على عنتاب، من عنتاب حولونا أضنة، وكل ما لهم تستاء حالتهم يعني. من أضنة اضطروا أنه يحولونا على اسطنبول، حولونا على اسطنبول صرنا ناخذهم على مشافي الدولة. ما شاف الدولة قال نحن هالمرض هذا ما ندرسه في جامعاتنا، فأسفين يعني ما بنحسن نعمل لهم شيء، تاخذوهم على مشفى بالأوروبية اسمه بزمي عالم، فهنيك في بروفيسورية بطلعوا عليهم. فعلا رحنا لهنيك في بروفيسورية اثنين درسين، واحد ألمانيا وواحد في فرنسا، ودرسين المرض هذا. فصاروا هنيك التكاليف يعني المشافي خاصة، فكنا شيء من تعبنا أن نشتغل أنا وابني، وشيء من بعض المنظمات، شيء من بعض الجمعيات، وبالأخير يعني ما كان في نتائج كتير واضحة، وسقطوا الأولاد بالأخير يعني. وأنا هلا هون ساكن بعزاز، صار لي سنة ونص جاي على سوريا، وعرضت على أغلب المنظمات، ولحد الآن ما بتلقى أي دعم من أي منظمة، لا إغاثي ولا طبي ولا، وهن احتياجاتهم كثيرة، بما بكونوا جسمهم ما بتعرف وحرارتهم داخلية، هن احتياجاتهم مكيف، عم تنقطع الكهرباء، عم ياكلوا حالهم، بياكلوا إيديهم لأنه بدخلوا بحالة غيبوبة وبفقدوا الوعي، تصحارتهم 40-41. بدون طاقة شمسية، طاقة بديلة، عند اللي بتنقطع الكهرباء ما في، مكيف ما في، بلزمهم معقمات، بلاستا، بلزمهم أدوية التهاب، هي دائما لازم يكون عندهم، ما بتلقوا أي دعم، لا إغاثي ولا طبي ولا شيء أبدا من أي منظمة في الشمال. هلأ يعني لحد الآن نحن بعتنا تحاليل من اسطنبول لألمانيا، المتلازمة عدم الحس بالألم لهلا الطب ما لقى علاج، ما له علاج، لأنه مركز حس الألم هيك يعني، طبعا بحكي لحكي الأطباء أنه مركز حس الألم عندهم ما هو متخلط، ففي نقص خلقي عندهم، وإنما هلا نحن عم نعالج الأمور اللي عم تنتج اللي سببها المرض، هي من كسور، هي من حروق، هي من جروح. فهلا انتبه انه مربطين لأنه ما في إدراك، ما في وعي، شلون عندهم يعني في الجملة العصبية عندهم مشاكل، ما بدركوا الخطر يعني. هلا فكوا وربطوا بروح على المطبخ، ممكن يضرب حاله بسكين، ممكن يأكل خزيزة، ممكن يحرق حاله بالغاز، عم بلعب، عم بفرم تفاحة، بفرم ايده والتفاحة سواء، عم بفرم شغلة، بفرم بندوراي، بفرم ايده. والشغلة الثانية انه هن من جملة مرض، هي اكل سينو، اكل ايديه، هدي اكل ايديها، جملة مرضهم انه سنينهم بتسوسوا وبيطبوا، وبدهم غذاء كامل مشان يرفع لهم جهاز المناعة، وما في عندي معيل،
وانا بسبب يعني تردد على المشافي ما بحسن التزم حتى بعمل.